أهلا بيكم في عالم العلمين. الحقيقة كل يوم مهرجان العلمين بيبهرنا بفعاليات استثنائية خليته فعلا الحدث الترفيهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. ولأن المهرجان بيهتم بكل تفصيلة من أول الترفيه لحد صحة رواد المهرجان، كشفت إدارة مهرجان العلمين النهاردة عن إطلاق شارع الخدمة الصحية. الشارع ده خاص بتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكل حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، في خطوة جديدة بتأكد على تأسيس مفهوم جديد للترفيه في مصر. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي قاموا بجولة في شارع الخدمات الصحية بمهرجان العلمين. حقيقة كمان هيئة قصور الثقافة بتواصل الأسبوع الثاني الفعاليات الفنية المختلفة في المهرجان من خلال برنامج متنوع ما بين العروض المسرحية، عروض مسرحية الحقيقة متنوعة سواء كانت عروض غنائية أو غيرها بنشوفها في عروض قصور الثقافة. وكمان كان في بيان من هيئة العامة لقصور الثقافة بتتحدث عن عرض مسرحي هو هالوفوبيا لفرقة نادي مسرح الجيزة، هيعرض الساعة 8 مساء الغد، ده بالإضافة لعروض الفنون الشعبية لفرق أسيوط والشرقية والحرية والأنفوشي، وده بالممشى السياحي بشكل يومي بدءا من النهاردة وحتى يوم الأربعاء المقبل، والعروض دي هتكون الساعة 10 بالليل. كمان في عروض موسيقية للموسيقى العربية بالمسرح الروماني في الساعة 10 مساء يوم الأربعاء، وده ضمن الفعاليات اللي بتقدم بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة المهرجان في أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية اللي هتبدأ من يوم الحد لغاية السبت المقبل اللي بيوافق 27 يوليو، هنتابعها معاكم بالتأكيد لحظة بلحظة. كمان الأسبوع ده من المهرجان في عدد من المفاجآت الفنية المتنوعة، يوم الخميس الجاي الموسيقار نادر عباسي والنجم لؤي كمان كارمن سليمان هيكونوا ضيوف مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة. كمان في لقاء مباشر بالجماهير ضمن فعاليات المهرجان في الحلقة دي. أما يوم الجمعة بقى فالجميع بينتظر الحفل الغنائي للنجم تامر حسني اللي بالتأكيد هيقدم أشهر أغانيه واللي بيتفاعل معاها الجمهور دايما، بالإضافة كمان لحرصه على إبهار الجماهير من خلال الشو والألعاب النارية والرقصين، كمان العروض العالمية اللي بتتميز بيها حفلاته المختلفة. فعاليات كتير وحفلات ومسابقات رياضية وكمان أحداث ترفيهية وفنية، كل ده وأكتر هنتابعه معاكم في عالم العالمين.